محمد عبد الوهاب رفيقي أو أبو حفص، كما كان يكنى بين أنصار السلفية والسلفية الجهادية في المغرب التي كان منضوياً بالمعنى الحركي فيها. أنا حين قررت أن أتصالح مع ذاتي وأن لا أرضي إلا نفسي لم يكن يهمني العالم كله ولو خالفني الناس جميعاً. قد نسميه بتحمل مسؤولية أخلاقية ومعنوية تجاه مجموعة من أتباع بين قوسين الذين كانوا معه في حقبة الانتماء للخطاب السلفي الجهادي. الظاهر أنه لا يعلم كم هي المعارك التي خضتها، المعارك الفكرية التي خضتها مع هؤلاء الشباب من أجل إقناعهم بما أنا مقتنع به. لا توجد في المغرب مراجعات لما يسمى بالسلفية الجهادية، وإنما ما هو موجود وهو التوبة أو النقد الذاتي. حين أتحدث عن المراجعة أو ما سماه هو بالنقد الذاتي ولا أسميه توبة ولا أقبل أبداً بأن أسميه توبة. الإشكال أنه ليس فقط التيارات السلفية من تحب أن تضعك في قالب معين، حتى من ينتقدون السلفية، حتى من ينتقدون الإسلام السياسي يريدون أن يضعونك في القالب الذي وضعوهم.